أنا بس حبيت أضيف شيء الآن، أصبح الشعب السعودي كان يحلم، ولكن الآن بدأت الدولة والقيادة والناس اللي بتفكر والناس اللي بتعمل بجد وإخلاص في هذا الوطن المعطاء، أصبح كل ما تحلم فيه يتحقق. أصبحت الحمد لله المملكة العربية السعودية عاصمة لكل البطولات، عاصمة لكل الاحتفالات، ما عاد في فريق، ما عاد في أي شيء تقول له يجي، هو صار يطلب أنه يجي المملكة العربية السعودية، وأصبحنا الحمد لله مطلب، وأصبحنا نحن نقرر مين يأتي ومين ما يأتي. كنا أول نحن نتمنى أن الناس هي اللي تطلب، اللي نحن نطلب الناس أن تأتي، لكن الحمد لله هذا يدل أنه هناك في توجه عام أن تكون المملكة قيادية في كل شيء، في الرياضة، في السياسة، في كل شيء. وهذا بالفكر اللي آنت شبابي اللي موجود في المملكة العربية السعودية، نحمد الله على هذا. طبعا الملاعب والليسار وملعب أرينا، هذا ملعب يعتبر إنجاز، إنجاز هيكون ريكورد للعالم، إنه ملعب يصير في مدة قصيرة بهذا الاحتفال الشكل الجميل وبهذا الإبداع اللي اختار. طبعا المباراة بالنسبة للهلال والنصر انه تقابلوا في هذا المهرجانات، وكذلك حضور نجوم عالميين زي ميسي ولا زي رونالدو يلعبوا على ارض الواقع، هذا يدل ان امكانيات المملكة العربية السعودية اصبحت فوق الحلم وفوق الخيال. والحمد لله على هذه النعمة التي نحن الحمد لله أكرمنا فيها الله، وأتمنى دائما النجاحات، وأتمنى دائما أن رفاهية هذا الشعب السعودي تحت هذه القيادة المعطاء.